صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، فقرتنا الأولى عن مشروع ميثاق العائلة. ما هو مشروع ميثاق العائلة؟ ومعنا مسؤولة العلاقات والتواصل لمشروع ميثاق العائلة المهندسة سامية ماهر السويركي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. مشروع ميثاق العائلة، قبل أن نبدأ حوارنا معك في فيديو قصير ربما يعرف بهذا المشروع، نريد أن نتابعه مع الإخوة المتابعين والمستمعين ثم نعود إليكم. لتكون جزءا من عائلة الميثاق، وقع الميثاق معنا. كيف توقع ميثاق العائلة؟ أولا بالدخول إلى موقع ميثاق العائلة، ثانياً بقراءة نص الميثاق مع عائلتك، ثالثاً بإدخال البيانات الخاصة بالعائلة المشاركة معنا على التوقيع، رابعاً بتحديد قيمة التبرع ونوع التبرع. في حال التبرع لمرة واحدة تنتقل للتبرع السري بشكل فوري، ويتم اختيار نوع البطاقة وتعبئة البيانات. أما إذا كان التبرع مستمراً نضغط على كلمة تبرع. تقوم بتسجيل الدخول مستخدم جديد. نقوم بتعبئة البيانات: الاسم، الإيميل، الهاتف، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور. نؤكد على ضرورة تسجيل الإيميل الفعال للحصول على حقيبة العائلة. خامساً باختيار نوع البطاقة. سادساً بتعبئة بيانات البطاقة الخاصة بكم. سابعاً بالحصول على الميثاق موقعاً باسمك وباسم عائلتك. بمشاركة الميثاق الموقع لعائلتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع رابط الموقع إنستغرام، فيسبوك، واتساب، تصلكم مباشرة عبر الإيميل حقيبة العائلة الشيقة. حمل حقيبة العائلة واستمتع بالكتب والتطبيقات الممتعة لك ولعائلتك. بادر وانشر ميثاق العائلة، وكن للمرأة الفلسطينية عونا. أهلا وسهلا بكم مجددا. إذا ميثاق العائلة، طبعا الفيديو يتحدث عن طريقة التسجيل، لكن نريد قبل ذلك أن نعرف أكثر عن هذا المشروع، ولعلنا نعيد عرض هذا الفيديو أيضا لمن يريد أن يتابع هذه الخطوات. بداية أستاذ، ما هو ميثاق العائلة؟ بداية اسمحوا لي أرحب فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. وأنتم بخير. مشروع ميثاق العائلة هو أحد أهم مشاريع ائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين، وهو ميثاق إلكتروني وغير إلكتروني توقعه عوائل الأمة دعما ومساندة للأسر الفلسطينية التي تعيلها امرأة. عندما نقول تعيلها امرأة أي زوجها أسير، جريح، مصاب، أسرة في حال غياب الأب، جميعنا يعرف مدى احتياجها للدعم والمساندة. وأثبتت الإحصائيات أن 12% من الأسر الفلسطينية تعيلها امرأة وبحاجة للدعم والمساندة. كيف تكون من مجتمع ميثاق العائلة وتنضم لمجتمع ميثاق العائلة، وذلك باستقطاع شهري بقيمة 10 دولار لمدة شهر ولعام كامل أي 12 شهر؟ طبعاً العشرة دولار، إحنا بنحكي عن 10 دولار الآن، يعني قد لا تجيب سعر وجبة. يعني الموضوع مش بكمية الاستقطاع الشهري بقدر ما هو الجانب المعنوي الذي يعود على الأسر اللي على الغربة، بأنه هي الآن أصبحت تكفل أسرة فلسطينية، تقدم الدعم لأسرة فلسطينية، هي لم تنسى القضية الفلسطينية. طبعا يسير ميثاق العائلة باتجاهين، وهو ما يميزه عن كافة المشاريع الأخرى. ميثاق العائلة إلى جانب الدعم المادي وهو العشرة دولار شهريا، يهتم جدا بالجانب التوعوي. مثلا أنا أم لطفلتين، عندما أبحث في اليوتيوب أو الإنترنت على مواد تتعلق بالقضية الفلسطينية صفر، حقيقة صفر. فحاجتنا ماسة وكبيرة جدا لوجود مواد توعوية لأطفالنا وللجيل الصاعد الآن يتعرف على القضية الفلسطينية وعلى حقيقة القضية الفلسطينية.
يعني أستاذ سامي، إذا هل أفهم من كلامك أن ضمن مشروع ميثاق العائلة هناك قسم أو هناك تخصص يتعلق بهذه التوعية أو بإنشاء مواد من شأنها أن تساهم في توعية الناس بهذه القضية؟ صحيح صحيح، احنا الان الحمد لله رب العالمين عندنا فريق كامل لانشاء مواد توعويه وبناء مواد توعويه تتعلق بالقضيه الفلسطينيه لكافه الاعمار والمستويات. على سبيل المثال الان بدايه قبل ان اذكر تفاصيل المواد التوعويه، مواد التوعويه تنقسم الى قسمين. بمجرد التوقيع على ميثاق العائله عبر الموقع الالكتروني familypledge.org يصل الموقع على بريده الالكتروني الذي ادخله حقيبه توعويه تحتوي على العديد من الكتب التي تتعلق بالقضيه الفلسطينيه المناسبه للاطفال والشباب والنساء والرجال. قصص الاطفال تكون بالالوان باسلوب عصري باسلوب يجذب الطفل. هذه الحقيبة تصله مباشرة فورا عندما يوقع الميثاق، تصله على البريد الإلكتروني. أما الشق الآخر وهو عندما توقع على ميثاق العائلة تصبح جزءا من مجتمع ميثاق العائلة. مجتمع ميثاق العائلة يضم كافة موقعي الميثاق، يصلهم مواد أسبوعية وشهرية تتعلق بالقضية الفلسطينية. على سبيل المثال بودكاست للشباب، جميعنا يعرف اتجاه الشباب بالوقت الحالي للبودكاست. أنا مثلا عندما أذهب إلى العمل وأعود من العمل أسمع بودكاست في الطريق، لكن البودكاست الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية قليل، وإن وجد لا يتم عرضه بالطريقة التي تناسب فكر الشباب. فالآن نحن بصدد إطلاق سلسلة بودكاست تتعلق بالقضية الفلسطينية، سلسلة رسائل من فلسطين، سلسلة قصص للأطفال، سلسلة ألعاب للأطفال يتم إرسالها عبر الإيميل والواتساب لموقعي الميثاق له ولعائلته. أيضا مجموعة من سلسلة القدس هدية السماء تعرف بالقدس ومعالمها، سلسلة حكاية مدن فلسطينية تعرف بالمدن الفلسطينية ما واجهته ما عاشته الحروب التي خاضتها إلى آخره من المواد التوعوية المتنوعة التي تفيد وتلامس كافة الفئات العمرية في الأسرة. جميل أستاذة، يعني في ضوء ما ذكرتي من وسائل ومن هذا الدعم المادي، ذكرتي طبعا أن المبلغ المادي فعلا هو مبلغ لا يحقق كفالة بمعنى الكفالة الكافية للأسرة. في ضوء ما ذكرتي، ما هي الأهداف التي يحققها ميثاق العائلة ضمن رؤيتكم لذلك؟ ميثاق العائلة يهدف بشكل أساسي إلى توعية الأمة بالقضية الفلسطينية، إعادة موضوع القضية الفلسطينية وإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة، تنشئ الجيل الجديد على حب القضية الفلسطينية عن فهم ووعي، ربط الأسرة عقائديا وعاطفيا بالقضية الفلسطينية. كيف ذلك؟ الآن عندما توقع على ميثاق العائلة يصلك، أتوقع يعني ظهر بالفيديو وأتمنى أن يتم عرضه مرة أخرى بعد حديثي. عرضه. نعم نعم تمام. الآن عندما توقع على ميثاق العائلة يصلك الميثاق موقعا باسمك واسم عائلتك ورقمك التسلسلي، يتيح لك تنزيله، نحن نرسله PDF، يتيح لك تنزيله وطباعته ووضعه في برواز وتعليقه في أي جانب من جوانب الغرفة. يصلني الكثير من الرسائل من موقعي الميثاق، صور يرسلونها لنا وهم طبعيا الميثاق وحاطينه ببرواز كبير ومعلقينه في غرف أطفالهم. يعني لك أن تتخيل عندما يستيقظ الطفل صباحا بدل أن يجد صورة سوبرمان على الحائط يجد صورة ميثاق يقال في الميثاق نتكفل بدعم أسرة فلسطينية واستقطاع شهري بقيمة $10 وذلك والله أقل القليل. فمن هنا لك أن تتخيل الجانب المعنوي الذي يحققه مشروع ميثاق العائلة بإذن الله تعالى. جميل جميل. من المستهدف من هذا المشروع؟ يعني هو يفترض أن الأمة كلها مستهدفة، لكن من أكثر الفئات التي تصبون اهتمامكم عليها للوصول إليها للمشاركة في ضمن هذا الميثاق؟ هو كل أسرة وكل إنسان وكل فرد يحمل هم القضية الفلسطينية في قلبه. يعني لا يوجد لدينا فئات مستهدفة معينة، طبعا نحن كمسلمين تربطنا العقيدة، لكن أيضا نستهدف جميع الفئات، قضيتنا قضية إنسانية عقائدية، فئتنا المستهدفة كل إنسان حب القضية الفلسطينية عالق في قلبه. جميل جدا. أستاذة سامية، يعني فيني أسأل كم عمر هذا المشروع، كم عمر هذه الفكرة؟
طبعا احنا عبر المشروع الحمد لله رب العالمين سنه وشهرين انطلقنا فيه، شهر يناير 2022. الحمد لله رب العالمين اصبح مجتمع ميثاق العائله كبير ويضم الكثير من العائلات التي تعهدت باستقطاع شهري بقيمه 10 دولار شهريا من راتبها هي واسرتها. وبفضل الله تعالى متواصلون مستمرون بالتواصل مع مجتمع ميثاق العائلة، وذلك من خلال المواد التوعوية التي تصلهم عبر الإيميل والواتساب كما ذكرت سابقا. جميل، هل هناك أرقام لعدد المشتركين حتى الآن أو أرقام تقريبية؟ والله إحنا مجتمع ميثاق العائلة مصادر متنوعة. يوجد لدينا موقعين للميثاق عبر الموقع الإلكتروني، وقد تصل أعدادهم إلى 5000 تقريبا. ويوجد لدينا موقعين ميدانيين، نحن نقوم طبعا بطرح الفكرة على كل من نعرف ميدانيا في المؤتمرات في الفعاليات، وعددهم بفضل الله تعالى كبير جدا. يعني لا أستطيع الآن أن أذكر لك عددا بعينه، لكن بفضل الله تعالى جمعنا ما يقارب 50,000 ميثاق. 50,000 ميثاق يعني 50,000 أسرة. جميل، فالحمد لله رب العالمين. أستاذ سامية، يعني الآن رمضان على الأبواب، يعني تقريبا دخلنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان يعني ما هذه الليلة. إلى أي مدى أيضا رمضان سيكون موسم لنشر هذه الفكرة، لتعزيز هذه الفكرة؟ أكيد حتكون عندكم أهداف خاصة في رمضان، ربما حتى أرقام معينة مستهدفين أنه تصلوا إليها. صحيح صحيح. إحنا في رمضان طبعا هدفنا هو واحد، هو دعم الأسر التي تعيلها امرأة، لكن خصصنا أننا نريد جمع في رمضان فقط 1000 ميثاق. الألف ميثاق كل أسرة 20 ميثاق، أي بقيمة 200 دولار، يكون مساعدة ودعما للأسر الفلسطينية داخل فلسطين بما يكفل لهم الطعام والشراب خلال شهر رمضان المبارك. فإحنا عندنا حملة بعنوان إحنا بنكفيهم، ويسرني جدا أن أطلقها خلالكم وأن أعلن عنها خلال إذاعة مسك الكريمة، وهي حملة إحنا بنكفيهم لدعم وإعالة 100 أسرة فلسطينية تعيلها امرأة، نكفل لهم الطعام والشراب خلال شهر رمضان المبارك. وطبعا سننشر كافة التفاصيل عبر حساباتنا على السوشيال ميديا @familybledge1 على الفيسبوك والإنستغرام وتويتر. يعني أدعو الجميع لمتابعتنا ومتابعة تفاصيل الحملة وتنفيذ أولا بأول لما سيأتي من دعم إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذا حملة إحنا بنكفيهم هي مختلفة عن ميثاق العائلة حتى بالأرقام، يعني لا نتحدث هنا عن 10 دولار، يعني نتحدث عن هي نفس الأهداف، لكن نحن الآن نطلق عدد مواثيق وليس 10 دولار. يعني نريد لكفالة عائلة من حين ناحية الطعام والشراب 20 ميثاق ما يقارب 200 دولار. جميل جميل. هنا فعلا كنت سأسأل، إذا ميثاق العائلة عندما يوقع شخص على ميثاق العائلة ويتعهد ب10 دولار، يعني العائلة الواحدة حسب تقديركم أنتم لكل عائلة وحاجتها قد تحصل على أكثر من ميثاق، من دعم من أكثر من عائلة، لأن 10 دولار كما ذكرت هي لا شيء يعني بالنسبة للعائلة. فهل تحصل العائلة على أكثر من ميثاق حتى يساهم في سد حاجاتها؟ هي المساعدات لا تذهب بعينية، المساعدات تذهب على شكل مشاريع. الآن عندنا نحن يعني 4 نوافذ، عندما جلسنا ودرسنا حاجة المرأة الفلسطينية التي تعيل أسرتها وجدنا 4 أبواب أساسية. جميل. رقم 1 تبني مشروع لنجعلها تنطلق وتسد حاجتها بنفسها، يعني تمكين اقتصادي. رقم 2 كفالة طالب علم لهذه المرأة. رقم 3 علاج طفل مريض لهذه المرأة. ورقم 4 ترميم بيت لهذه المرأة المعيلة. فهذه التعهدات أنا لا أحب أبدا أن أقول أنها تبرعات، هذا واجبنا تجاه الأسر الفلسطينية، واجبنا تجاه المرأة الفلسطينية الصامدة المرابطة. فهي التعهدات ودعم تذهب على هيئة مشاريع. جميل جميل. أريد أن تفضل اتفضل. يعني كنت أريد أن أسأل ختاما قبل أن نعود، أرجو من الأخوة في الكنترول أن يجهزوا الفيديو مرة أخرى اللي عرضوا، لأنه الآن أصبحت الفكرة واضحة، المتابع سيفهم أكثر عن تفاصيل الدخول. لكن أريد أن أسأل سؤال ختامي، كيف يمكن دعم هذا المشروع غير موضوع أنه الواحد دخل هو قرر أن يكون جزء منها، وقع على هذا الميثاق وقرر أن يتعهد، أيضا كيف يساهم في نشر هذا المشروع وإيصاله للآخرين؟ وفي كلمة أخيرة. طبعا
صحيح، سؤال جميل يعني، بارك الله فيك. الآن ممكن الإنسان يحكي والله أنا ما قدرتي أستطع من مصروفي 10 دولار، يمكنه أن يكون من مجتمع ميثاق العائلة حتى دون أن يتبرع. إن أبدى لنا اهتمامه بالقضية الفلسطينية ورغبته بالحصول على المواد التوعوية دون أن يعني يدفع هذا المبلغ، يمكنه التواصل معنا ويمكنه أن يصبح من مجتمع ميثاق العائلة. لكن يوجد نقطة مهمة، كيف يدعم ميثاق العائلة؟ من خلال النشر عن ميثاق العائلة، دعوة أصدقائه وأقاربه للمشاركة بميثاق العائلة، ولموقعين الميثاق عندما يصلهم الميثاق موقعا باسمهم واسم عائلتهم يتيح لهم إمكانية مشاركة هذا الميثاق عبر الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. فندعو الجميع لتوقيع الميثاق ومشاركة الميثاق موقعا باسمهم وأسماء عائلتهم ونشره عبر السوشيال ميديا. نريد أن يصبح الميثاق في كل بيت من بيوت الأمة بإذن الله تعالى. بس اسمح لي أنا أخيرا كنت حابة لو نعرض أيضا فيديو من أحد المشاريع التي نفذناه، وهي كفالة طلاب علم، أتوقع يعني موجود عندكم. أنا موجود يعني أخي باسل، هو ذكر أنه الفيديو الأول موجود، إذا تمكنتم من إرساله إلينا الآن خلال فاصل ممكن أن نعرضه خلال الفقرة القادمة. أشكرك جدا، والآن سنعيد عرض الفيديو الأول عن كيفية المشاركة بمشروع ميثاق العائلة، نتابعه معا ثم نخرج إلى فاصل. لتكون جزءا من عائلة الميثاق، وقع الميثاق معنا. كيف توقع ميثاق العائلة؟ أولاً بالدخول إلى موقع ميثاق العائلة، ثانياً بقراءة نص الميثاق مع عائلتك، ثالثاً بإدخال البيانات الخاصة بالعائلة المشاركة معنا على التوقيع، رابعاً بتحديد قيمة التبرع ونوع التبرع. في حال التبرع لمرة واحدة تنتقل للتبرع السري بشكل فوري، ويتم اختيار نوع البطاقة وتعبئة البيانات. أما إذا كان التبرع مستمراً نضغط على كلمة تبرع. تقوم بتسجيل الدخول مستخدم جديد. نقوم بتعبئة البيانات، الاسم، الإيميل، الهاتف، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور. نؤكد على ضرورة تسجيل الإيميل الفعال للحصول على حقيبة العائلة. خامساً، باختيار نوع البطاقة. سادساً، بتعبئة بيانات البطاقة الخاصة بكم. سابعاً، بالحصول على الميثاق موقعاً باسمك وباسم عائلتك. بمشاركة الميثاق الموقع لعائلتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع رابط الموقع إنستغرام، فيسبوك، واتساب، تصلكم مباشرة عبر الإيميل حقيبة العائلة الشيقة. حمل حقيبة العائلة واستمتع بالكتب والتطبيقات الممتعة لك ولعائلتك. بادر وانشر ميثاق العائلة، وكن للمرأة الفلسطينية عونا. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.